مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من حلقات برنامج نبات. اليوم راح نتكلم عن وايد أشياء، من ضمنها المحصول اللي بنتكلم عنه كان لونه بنفسجي لكن صار أخضر، بعدين يقولوا لك صار برتقالي، دخلوا لونين على بعض اللي هو الأبيض والأصفر عشان يعدلون من جيناته الوراثية ويسوونه برتقالي ويصير طعمه لذيذ. غير هذا اللي بنقوله ان هذا المحصول كان يزرع في عام يعني وايد قديم، من ايام الاغريق كانوا يزرعونه، فتخيلوا انه كان طعمه مر ولونه بنفسجي وصغير. تدخلوا الهولنديين في قرن السبعتعش تدخلوا فيه وحاولوا يعدلون جيناته ووصلوه للبرتغالي. في من يقولون ان السر عندكم بالامان، شنو يقولون؟ يقولون ان استقلوا من اسبانيا وسووا هالمحصول عشان يثبت جدارتهم، لكن في ناس تقول عساس يعدلون طعمه والناس تقدر تاكل منه. فمحصولنا غني بالفيتامينات، مفيد حق الشعر، في وايد امور، والاهم من هذا كنا يعدل المزاج. وغير هالشيء عندنا بكلينك اشياء جدا مفيده، صدق ان صاحبنا شوي عصبي لكن جدا معلوماته دقيقه ومفيده. وبالمعمل راح ننظف الفواكه ونعدل وايد امور، كل هذا راح نشوفه ببرنامجنا اليوم. خلينا نشوف فقراتنا. فقرة أخضر راح نتعرف على محصول جدا مفيد وفيه فوائد حق جسم الإنسان بشكل كبير، وغير هذا ممكن نزرعه بالشتاء والصيف لكن يحتاج عناية. خل نشوف أخضر. فقرة كلينك راح نتعرف على 16 عنصر اللي قلنا عنهم، ونبدي اليوم بسماد النيتروجين وعنصر النيتروجين وشون نستخدمه، راح نتعرف عليه بكلينك. فقرة المعمل راح نتعرف على أشياء مفيدة وتفيدنا وايد، خصوصاً الفواكه والخضروات شلون نعقمهم ومن غير ما ندفع مبالغ كبيرة بشيء صغير وداخل البيت. نشوفه. ونبدي أول فقرات برنامجنا، فقرة أخضر. شوقناكم وايد، فقرتنا راح تكون عن الجزر، راح نتكلم ونقول عنه وايد أشياء، لكن راح أبدي بمعلومة طريفة. الشخصية الكرتونية مالت بيكس بوني كان يمثلها ميني بلانك. هذا الشخص كان يعاني جدا جدا من الحساسية، تخيلوا كل هالفترة يمثل صوت بيكس بوني وبيكس بوني طايح لجزر وهو آخر شيء في حساسية من الجزر. راح نتعرف على زراعته وممكن زراعته بالصيف وبالشتاء، لكن راح نركز على الشتاء لأنه مو كلنا يقدر يزرع بالصيف. خلينا نشوف قدام شلون راح نزرع. ودام وصلنا حق هذه الأشياء الجميلة، هذا كان لونه أصفر وأبيض وحولوه للبرتقالي عشان يكون مفيد وطعمه لذيذ، لأن البنفسجي طعمه مر والأصفر نفس الشيء. عدلوا الجينات الوراثية واستخدموا هالشيء. أنا اللي بقول لكم إياه اليوم إن الجزر محصول جدا سهل للزراعة، يستغرق منه 30 يوم شبه مستوي، لكن إذا حبيت إنه يتم ممكن يتم لي 60 يوم، يعطيك جزر كبير وممتاز وجدا لذيذ. غير هذا المحصول مال الجزر بانواعه كلها حده بالتربه 3 أشهر. لكن شنو راح يحتاج محصولنا؟ محصولنا راح يحتاج تربه رطبه لينه، فلازم امشط الارض واضبطها وما يكون فيها شوائب وصخور عشان الجزر يطلع عندنا سيده. اي خلل بالتربه ممكن يسبب لنا هذا الشيء، واحنا ما نبي هذا الشيء لانه ممكن ياثر علينا بالشكل. واللي بنقوله بعد ان الجزر اذا كان فاتح ما في فيتامين سي عالي، لكن كل ما غمج الجزر راح يصير فيه فيتامين سي عالي ومفيد جدا لجسم الانسان، ويغذي فروه الراس
ومفيد لأنه فيه فيتامين A جدا ممتاز. كان زين شعرنا يطول. هذا إبراهيم قاعد يقصص ويشيل. لا تخلي الجزر يطول لهذه المسافة 5 سنتي أو 8 سنتي وتخلص من اللي فوق. الجزر لما تزرعه بالبداية لازم تحافظ عليه وتشيل الشوائب اللي حواليه. في طفيليات صغيرة لازم نشيلها. نركز لزرعناهم خصوصا الحديقة. حديقتنا صغيرونة ومتكنمة، ممكن ان احنا نزرع فيها. نشيل الشوائب على ما الجزر يقوى ويكون كبير. كل ما زاد طول الجزر صار مر، لا تخلونه يصير مر. تخلص من هذا الشيء وهذه الجزرة اللي قدامنا تقريبا صار لها 65 يوم، يعني شهرين وخمسة ايام. ننتقل نشيل شوي جزر وأعلمكم شلون تزرعون بالأرض أو بأصايص عشان ما حد يكون له حجة ويقول ما عندي مكان أزرع فيه. جزرنا زين لكن في خلل. لو منظفين التربة عدل ومشطينها ومنعمينها ما صار عندنا هذا الخلل. الشعيرات لما صارت تحت بالتربة شوفوا شنو سببت لنا. ممكن انه يكون طعمه حلو لكن شكله مو ذاك الزود. لازم نزرع من جديد ونقول حق مساعدنا مشط ونعم الارض عدل وازرع عدل. وهذا جزرنا شلناه من كثر ما هو لذيذ. واحد وده يقرم الصراحة. شوفوا شون سيدة، معناته اللي زرع بهالمكان زرع صح واستخدم سماد البوتاسيوم. صديقنا بكلينك كان يوصيكم ويقول لكم اهتموا بالأمبيكي وخصوصا البوتاسيوم، يعطي حلى وسكر زيادة بالجزر. قلنا كل ما غمج الجزر كل ما زادت فوائده. إذا زرعته بالشتاء والجو بارد راح يصير طعمه لاذع وتحس فيه طعم مثل النعناع، لكن لو زرعته نهاية الشتاء وقطفته مثلاً الحين إحنا بشهر 2 قطفناه بشهر 4 ممكن راح يطلع معانا جزر سويت ولذيذ. نقصص الباقي ونشوف. هذا جزرنا قاعد نشيله عشان نزرع لكم مكانه. وهذا إبراهيم قاعد يمشط الأرض وينظفها. ليش؟ قلنا عشان ما يكون فيها شوائب وتكون ناعمة وتكون التربة طرية، فأنت لازم تسقيها قبلها بيومين ماي وتغرقها عشان تكون لينة. الجزر من النباتات الباردة يعني صنف شتوي، ممكن أنك تزرعه أكثر من الصيف، لكن طوال السنة ممكن تطلعه. لا تقول بالكويت ما يطلع، يحتاج عناية وتركز شوي وراح تقدر تطلعه. ولكن إبراهيم عقب ما نعم التربة وضبطها وشال الشوائب كلها راح نقدر نغرس النباتات ونزرعهم عدل. يا جماعة إيدي قامت تضحكني وودي أزرع. خل نروح عند إبراهيم. وهذه بذور الجزر وصلنا عندها. ناخذ هالبذور ونجرب. يا جماعة على ما إبراهيم يخلص شغله، اللي ما عنده مكان ويقول أنا ساكن بشقة وما أقدر أزرع جزر وغير هالأمور هذه كلها، بوتس 30 سنتي اللي هو الغارورة 30 سنتي راح تأخذها. بايب ما تبي تستخدمه ريسايكل، بدال ما احنا نقططهم بالمخزن نستخدمهم. راح تحط تربة ناعمة، طبعا هني أنا راح أحط إيدي. ليش؟ لأن التربة داخلية وتربة معقمة ونظيفة. راح أحط إيدي أتأكد أن هي ناعمة. نشوف ناعمة. نضبط المكان ونقدر نغرس البايب هذا. ليش؟ عشان الجزر يطلع عندنا سيدة ولا غلطة نفس ما توا غلطوا. شلون راح تعرف محصولك إذا في خطأ ولا لا؟ خصوصا حق الناس اللي عندها مزارع أو تزرع كمية كبيرة، راح تحس إن الجزر فيه شوائب ومايلة، معناته لا منظفين عدل، اخصم عليهم. نعدل هالشيء، نشيل البايب وناخذ بذور الجزر حبة واحدة 3 أو 4 سنتي عمق. ننزل البذرة وندفنها. راح نسقيها ماي وايد. عقب ما نسقيها ماي وايد ننطر عليها خلال أسبوعين 3 راح تطلع عندنا البذرات من فوق اللي هي الخضرة، ونعيش حياتنا وناكل جزر من القوارير.
ودام وصلنا لهالمرحلة وابراهيم نظف هذه الأشياء، هم بيتحرش هني. ناخذ الشبل من ابراهيم، نحسب هذا الشيء، المسافة بين كل جزرة وجزرة لازم تكون 8 سنتي. حبيت تصير نحيس وتبي تزيد المحصول عندك خلها 6 سنتي، أقل من كذي ما راح يفيدك هذا الشيء. شبلنا فيه سنتيات نستخدمهم، هذول 10 سنتي ممكن أنا أغرس واحدة هني وواحدة هني وواحدة هني، هذول 3 عشان لا أحد يزعل. ممكن أن احنا نزرع بالأرض، وهاي 3 حبات راح نزرعهم. وندفنهم عقب ما تأكدنا ان التربة مالتنا ناعمة. هذول طريقتين حبينا نزرع فيهم. اذا كان الجو بارد وحاب انك تزرع زيادة وقبل محصول الجزر، ايش راح تسوي؟ امسك ابراهيم، تيس بوتينج سويل اللي هو التربة الداخلية، صواني عيون اللي راح نشوفها وايد، راح احط واحدة عشان اوريكم تربة ناعمة. ابراهيم عطني حبة واحدة تربة ناعمة. السباب تحط صبعك لهذه المسافة وتحط واحد. ابراهيم اغرس لنا نبتة ونسكرها ونحطها بمكان دافي عساس تنبت، لا تخليها طول اكثر من 3 سنتي الا ان انت شايلها وناقلها بالارض وتتأكد ان التربة ناعمة عندك. بكذي خلصنا الجزر. نشوف تقريرنا هم عن الجزر ونشوف هل يقوي النظر ولا لا، وننتقل حق اكلينك. هل حقا ان الجزر يقوي النظر ام ان ذلك محض خرافة؟ دعونا نشاهد. يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، وهي مادة تتحول في الجسم الى فيتامين الف المهم للبصر. ومع ذلك فلا توجد أدلة علمية على أن تناول الجزر يقوي البصر أو يشفي الاعتلالات البصرية أو يقلل حدتها. فقد أشارت عدة دراسات بريطانية إلى أن أصل هذه الخرافة كانت خدعة موجهة استخدمها البريطانيون في عام 1940 ضد الألمان. انستغرام خلينا نشوف متابعينا. نقص نيتروجين، ما واضح من الاوراق يعني، احنا قلنا هالشيء. اي مو مشكله، نستفيد من هالفقره ونشوف هالاشياء هذه. بكلينك اليوم راح نتعرف على النقص اللي قلنا عنه الاسبوع اللي طاف، شرحنا 16 عنصر، لكن اليوم راح نشرح النيتروجين عشان نعرف وهو رمزه الأم. إذا رحت السوق واحترت اسأل وشوف بنفسك، لا تعتمد على البايعين اللي هناك، مو كلهم متخصصين، أغلبهم من الهواة، ممكن أنه يغلط. عشان أن أنت تكون شاري سمات صح ممكن أن تعرفه من الشيء هذا، واللي يدرسون راح يعرفون أن رمز النيتروجين أم. خلنا نشوف اليوم شنو عندنا. إبراهيم وين المريضة اللي عندنا اليوم اللي أبوها؟ هذا نبات فل، بس ما يوحي إنه فل بالمرة يعني، شو أن فل ولا زهار ولا شيء، بعدين فل أوراقة صفرة كذي. المهم نشرح إحنا ونشوف. هذا اللون هو اللي يدل على نقص النيتروجين. إذا شفت نباتاتك صارت هاللون معناته نقص النيتروجين عندك جدا حاد، لازم تعالجه. اذا كان بسيط ممكن تستخدم اشياء بسيطه مثل عظام الدياي، وممكن تستخدم اسمده بسيطه مثل ماي السمك او السمك نفسه اذا عندك سمك ميت. اغلبنا يربي سمك بحواض، ممكن انه يستخدم الماي مالهم او الفلتر لانه راح يكون غني بالنيتروجين. هذا الشيء راح نتعرف عليه اليوم اللي هو النيتروجين. شلون راح نعالج هذا النبات؟ يا اني اضيف اسمدة الكيماوية او اني انا اضيف ماي السمك حق هذا الشيء. هذا النبات لازم يتدور
ويتغير. أول شيء عندنا البوتس صغير، ثاني شيء التربة داخل، يعني تدل أن ما فيها أي عنصر من الأسمدة اللي إحنا قلناها، عبارة شوية تربة زراعية مزروعة فيها، وهذا عيب الشيء التجاري. الشيء التجاري راح يكون بهذا الشيء، لما تشتري نباتاتك احرص أن أنت يكون عندك خلطة ذاهبة تنقل نباتاتك، لا تعتمد على الأصايص لأن هذه تجارة، لازم تبدل هذا الشيء أساس نباتك يكون قوي وهيلثي. خنيب أيوة هذا اللي وصيته عليك، الله يعطيك العافية إبراهيم. ننقل هذا إبراهيم هني، هو نقص النيتروجين لونه بنقراب الأوراق أو حبينا نطلع عنه، هو اضطراب يصيب النبات أو انخفاض بنسبة النيتروجين إلى حد معين يوقف نسيج النبات. طبعا أغلبنا ما فهم شيء من اللي قلناه، ناخذ الشيء السلس والعملي اللي هو لون الأوراق، فسيولوجية النبات من طريقة الأوراق هذه راح يبين لنا النقص. عرفنا احنا اللون هذا يدل على نقص النيتروجين، نقلناها التربة، الأسبوع الجاي راح نحط نسبة التربة سواء البتموس والبوتينج سويل والبرلايت شلون نخلطهم مع بعض عشان نكون تربة طبيعية مثل هذا الشيء. هذا النبات نقلناه اليوم وغيرناه، راح نزيد له نيتروجين، ممكن قفشة صغيرة على لتر ماي وتزقي النبات مالك، وممكن تحط اعظام الدياي لو كان النقص خفيف، لكن اذا النقص كبير ما راح ينفع. يجيب لي النبات اللي عالجناه، قبل هذا النبات كان في نبات باسبوعين عالجناه وراح نوريكم الفرق الحين. بدا اللون الاخضر يظهر مره ثانيه وياخذ لونه الطبيعي. لو نلاحظ هني الفرق جدا كبير، بدت تتعدل الورقة، واعتقد الفرق واضح. هذا النيتروجين تكلمنا عنه قبل لا نختم، نقول شيء بسيط، السماد البلدي نستخدمه بوقت البرد، اذا دش علينا الحر ما راح يفيدنا لانه ما راح يتحلل، راح يؤذي النبات ويحرقه. فحبيت تستخدم النبات عشان عندك شور بالبيت، عندك نبات حاب انك تكوره وتسوي منه اشكال، تستخدم النبات المواشي اللي هو السماد البلدي، عزكم الله مخلفات الحيوان. اذا بغيتوا تستخدمونهم تستخدمون انواع منها قليله البي اتش، لا يكون بي اتشها عالي، تقدر تتاكد من هذا الشيء سواء بتحليل بسيط او من خلال المواد اللي تشتريها. حاول انك تشتري نوع ممتاز وكواليتي. هذا اللي بقوله اليوم، خلنا ننتقل ونشوف المعمل. ودام وصلنا فقرة المعمل وشفنا الجزر فقرة أخضر، خليها عشان أكملها بعدين، نيجي حق معملنا. اليوم راح نقدم شيء وايد حلو ومفيد، دائما نروح نشتري الخضار والفواكه لكن ما نعرف هل هي نظيفة مرشوشة مبيد، يعني في وايد أشياء نتجاهلها. الكراتين اللي جايتنا من برا، هل هي فيها شمع ولا ما فيها، شلون نتخلص من هذا الشيء؟ تخلص من هذا الشيء بالمعمل، راح نعرف طريقة جدا مفيدة بدل ما احنا نستخدم المعقمات والامور هذه كلها واللي غالية الثمن، راح نسوي لنا معقم طبيعي وممتاز وسهل ورخيص ويحافظ على جسمنا من الفواكه والخضار، خصوصا الاطفال احنا نعاني من هالامور ويصير فيهم حساسية، فاحنا راح نتخلص بهالشيء بالمعمل. على ما يجيب اغراضي من الرف، خلنا نطلع نشوف فلاشنا، تدرون ولا ما تدرون، ونرجع. تدرون أن أكثر 6 نباتات داخلية لتنقية الهواء داخل المنزل هي نخيل الخيزران، نبات الثعبان، نخيل الأريكة، النبتة العنكبوتية، زنبق السلام، وأزهار الأقحوان.
اللي راح نحتاجه حق معقمنا دورق، بما ان احنا بمعمل كيفكم انتم بتستخدمون شيء ثاني. مكيال مال الاكل هم ممكن، خل تفاح ابيض اللي نحتاجه زياده، وعاء زجاجي ممكن تستخدمه، فازه ايا كان راح تقدر تسوي هذا الشيء وتحطه. هذا الوعاء مالنا، خضارنا وفواكهتنا موجودين. ناخذ الفواكه لما نشتريها لازم نحرص ان هي خصوصا التفاح ممكن يكون فيه شم يعني من برا، وخصوصا ان احنا شفنا فقرات سابقه من برنامجنا انه ممكن يكون مدته سنه مخزن، مثل الامريكي يخزنونه لانه موسمه جدا صغير، فممكن انه يكون مشمم. عشان نقي نفسنا من الامراض لازم ان احنا نعقمهم. اللي راح نسويه نخلي تفاحنا، ناخذ خل التفاح 100 ملي هذه 100 ملي ونخلي خل التفاح على جنب. ماي يفضل ماي الغلاية نغليه ونخليه لما يدفي أو يبرد. شو نسوي فيه؟ نحط الماي هذا، ماي طبعا مساعدنا ما كفه، مفروض يجيب لنا دورق ثاني، بس يلا ما علينا نستخدم هذه. ذهبنا الماي، هذه بملتنا نحطها 100 ملي من خل التفاح، فواكهتنا اللي شريناها او زرعناها، بما ان احنا ببرنامج خاص بالزراعه افضل ان احنا نزرع، نحط الفواكه ملوتنا، بشر علينا ماي. طبعا الكل راح يستغرب ليش انا حطيت الموز، الموز القشر ماله ممكن نستخدمه بالاكل، راح نتعرف عليه ونشوف شلون نستخدمه وممكن نستخدمه سماد، فيفضل ان احنا ننقعه ونحطه. طبعا انتم استغربتوا ان انا حاط الكوسه مع الفواكه، ترى على فكره هي من الفواكه وراح نشوف فوائدها، والورد هل ينوكل ولا ما ينوكل بفقرات بعد قدام. حطيناهم، انتهي ساعتنا وننطر 10 دقائق بالنسبه حق الفواكه، ما عدا الفراوله والتوت والاشياء الصغيره، من 4 دقائق يفضل 3 دقائق كافي عليهم. اللي راح تسوي ممكن انت تحطهم كذي تخلي الاهالي يستانسون بعد. لو نلاحظ ونقرب الكاميرا راح نلاحظ ان في شوائب قاعد تطلع، الشوائب هذه هي الشمع اللي موجود على الفواكه، هو مو ضار وايد، لكن اذا انت حبيت شيء هيلثي وممتاز لازم تطبق هالطريقه، بدل ما تروح تشتري معقم وباهظ الثمن او انه ما تعلم احد، هذه الطريقه حتى ممكن نعلمها العماله المنزليه لما نجيب الفواكه نستخدم هالشيء. حطينا فواكهتنا هني وننطر عليها 10 دقائق، انا ما يصير 10 دقائق خل اتعبى هنا شوي. من رشاش الماي مالنا خصوصا البونزاي تحب نسبة الرطوبة تكون عالية فيها، راح نتعرف عليها شلون نتعامل وشلون نسوي بونزاي عندنا بالكويت، وممكن انت بالبيت تطبق هالطريقة وتسوي البونزاي من جميع انواع النباتات. طافت 10 دقائق، نشيل فواكهتنا، ننشف فواكهتنا عدل، وممكن ان احنا اذا حسينا ان الطعم راح يكون فيه لذوعة من خل التفاح بامكانك راح تسوي شيء بسيط، تغسلها بماي وتاكلها. ابراهيم جيب لي ماي بس مو على كمر، او حط لي بهذا. نطلع فواكهتنا، لو نلاحظ الماي راح نخليه شويه راح نحس انه طلع فيه وايد اشياء اللي هي عزكم الله الاوساخ اللي موجوده على الفواكه او القطف،
احنا دائما نحرص اذا بغينا نقطف الفواكه كزراعه لازم نقطفها الصبح اساس تكون القشره مليانه والثمره تكون متينه. لما تقصصها بوقت غير وقتها راح تحس ان الثمره ضعيفه ولينه. هذا بالنسبه حق الفواكه. الخضار نفس الشيء، الجزر هم نفس الشيء. الامور هذه طبعا خضرتنا من نوفينا بما ان برنامجنا نبات، الخضره نفس الشيء ممكن انك تحطها 5 دقائق، بقدونس وشبنت وكزبره. طبعا الكل يعاني من البقدونس والكزبره، اي احد يدق عليك تليفون خصوصا بالبيت والله ما عليك امر مر الجمعيه ويجيب لنا بقدونس وكزبره، عادي جايب شدتين بقدونس او شدتين كزبره. راح نتعرف على هالشيء فقره اخضر الاسبوع الجاي، بقدونس شلون ننقي والكزبره وشنو الفرق بينهم. انقعهم الحين ونخليهم هم 10 دقائق، نحط الجزر معاهم. طبعا انا قصيت هذا ما راح نقدر نقطعه، احنا ما نقط شيء، ممكن نحن نقطعه وعقب ما نقطعه نجففه او نجمعهم كلهم يجفون ونرد نحطهم بالتربه، لان راح يكون عباره عن سماد طبيعي وممكن الكل ياكله. يعني مثلا الطيور راح ياكلونه، اذا عندك حيوانات اليفه بالبيت هم راح يقدرون ياكلونه، لكن يفضل انك انت تقطعه وتستخدمه سماد. كذي خضرتنا خلصت، بعد 10 دقائق اقدر انا افصلها واشيلها. هذا الماي اللي جاب لنا يا ابراهيم، طبعا مساعدنا اليوم جدا ممتاز، ساعدنا وايد، وحتى بكلينك رضى عليه صاحبنا ابو نظاره. هذا الماي الطبيعي عشان لا تحس بحساسيه او ان تقول خلط تفاح وطعم. قمس تفاحتك وطلعها، تبي تنشفها نشفها، تبي تاكلها اكلها. انا ابي اجرب، لا طعم خل ولا طعم شيء. عقمت تفاحتي اخليها هني، كذي خلصنا فقرتنا اليوم، تعرفنا على وايد اشياء وخصوصا الجزر. الاسبوع الجاي بنفس الوقت تيم ساعتك، ولا تنسى موعد برنامجنا. اشوفكم على خير.